سألي أخوك، قولي له شفيك على سالم؟ كافي ليلى، كافي. ما يخالف يا سالم، هدي الحين. وشلون أهدأ؟ كافي اللي قاعد يصير بسالم وعائلته. لو جبل كان مهد. أنا زين مني للحين متحمل. متحمل؟ متحمل منو؟ متحمل كل من ذلني. سالم هدي وصالح على النبي. ابي افهم منك، انت جبت سيرة عائلتك، تقصد احنا ولا خالتي ريم؟ ريم زوجتي سابقا، طلقتها وسبه اخوك. ان شاء الله الله بيعوضك، الله يخليك لامك. امي مسكينه متشرده ببيت عمي، وانا نايم بديوانيه بيت عمي، لان اخونا فيصل طردنا عشان يرضي مرته. ايش بقى بعدها يا ليلى؟ ايش بقى؟ خلاص سالم هدي، ان شاء الله كل شيء بينحل، بس انت لا تطلع من هنا. احنا عندنا لكم حلين، الحل الثاني ان ناجر لكم بيت، بس لما نشوف الحل الاول. مشكوره وما قصرتي. بابا بش بگو گریه نکنه که چه خبر مگه چی شده؟ ما همش دو ماه میخوام برم بیام. دلت میاد دو ماه ولمون کنی بری؟ خب راست میگه دیگه، دو ماه زیاده. اه 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 بابا چته تو؟ ما گفتم ما میخوام تو با ما باشی، تو دیگه بر علیه هم داری کار میکنی؟ همینه،
زنها همیشه با هم دست دو دست هم. بابا هرچی دورتر هرچی عزیزتر. تو دلت مثل سنگه. آخه دیدی عاشقی چی میکنه بابا؟ بابا تو از عاشقی گذشتی قاشق شدی. حالا که قاشقام میدونی؟ برو یلا فریبا ببرمت خونتون. یلا یلا بریم. بابا بذار پیش من بمونه. نه بابا چی پیشت بمونه؟ شوهرت اینجان. من خودت میدونی بابات یه کم غیرتیه. پس میخوای ببریش؟ آره میخوام ببرمش. بابا هر وقت رسیدی زنگ بزنی یا؟ چشم بابا زنگ میزنم. بابا جون تو رو خدا زود برگرد. چشم بابا. فقط تو مواظب خودت باش، مواظب بچه‌ت باش. کریم کوچولو باید قبول بشه تو مدرسه ها؟ أقولك كان بيذبحنا، كان بيموتنا، وشك إنه ما يدري، أكيد هو متعمد. شو الكلام؟ أنت من صدقك؟ أصلاً إنسان بتعبار ومتحطم، وبعدين إذا بتم تعامله بهالطريقة راح يكرهك أكثر. أوكي، دام إنه ما يبي الشغل، خل أروح أدور له شغل ثاني، لا يشتغل عندي. زين موضوع خالتي أم سالم، مهما كان هذه مرتبونة، ما يصير تعيش ببيت عمي وإحنا موجودين. إيش تبيني أسوي؟ شوف يا خالد، الشركة والأمور المادية هذه من اختصاصك. لكن الأمور اللي في البيت هذه ما اختصاصي أنا. لا تنسى أن أنا أختك الكبيرة ولي كلمة. ماشي سوي اللي تبينه، بس تكفين ما لخرب لوية رأس، حلي هالأمور بعيد. وانت بعد يا خالد تكفى، خل سالم بحاله وعطى معاش من غير شغل واعتبره صدقة. ايش فيك يا إبا؟ هذا ما تجوز عليه صدقة، هذا متعافي. خالد أرجوك. ماشي إن شاء الله اللي تامرين فيه. عن إذنك. فيصل ايش فيك حبيبي؟ صار لك كم يوم مو على بعضك؟ صار لي كم يوم كان افكر بالشيء وايد. تفكر وسلوى يمك؟ يعني فيصل احنا مسافرين اسبوع، مو وقت نكد من بدايتها. صدقين قاعد افكر امور بيت عمي، ودي اروح اشوف امي واسلم عليها. شنو؟ تشوف امك؟ من زمان مو شايفه، ايش معنى الحين اتذكرت تشوفها؟ سلوى هذه امي. انا ما منعتك من امك ولا قلت لك لا تشوفها، بس يعني احنا الحين بنسافر، بس نرجع ذيك الساعة قاعد على كيفك وياها، حتى لو تقعد وياها 24 ساعة. ماما حبيبتي مش خني بهني عندنا. يا يما أنا أعرف أم سالم ما تيه هني، أم سالم ما تحبني تكرهني. ماما حبيبتي مو وقتها الحكي، علشان خاطري. إذا عشان خاطر بدور وفوز أبوي الله يرحمه ما له خاطر عندك؟ يا يما أنا ما قلت شيء، بس إذا يبي يجي هني خلي يجي، البيت هني كبير. مشكورة ماما حبيبتي ما قصرتي، بس أنا خايفة خالد ما يوافق. لا يا يما لا تخافي، خالد بيوافق، بس أنا أعرف أم سالم ما تي. حبيبتي إحنا خل نروح وذيك الساعة يصير خير، إذا ما وافقت عندي حل ثاني. شلون يعني؟ أنا فوز وبدور قررنا نأجر لهم شقة أو دور، وإحنا بندفع إيجار البيت. جزاكم الله ألف خير يا يما، وإذا ما يد أنا بعد أساعدكم. حبيبتي ماما فيك الخير ما قصرتي. إنزين ماما يلا روحي بدلي علشان نروح لها. إن شاء الله يما. نعم سيد خالد. آمر
الظاهر قسيت عليك اليوم وايد، بس لا تلومني يا سالم، وريتنا الموت يا اخوي. المفروض ما حد يخاف من الموت لان كلنا بنموت. صحيح، وانا اتاسف منك يا سالم. اول مره بحياتك اتاسف. واخر مره. ايش تقصد؟ ما ادري، احساسي. احساسك وانت ادرى فيه. تعمرني بشيء ثاني؟ ايه، اللي امرك فيه وللمره المليون ما تروح تشكي عند البنات. انا ما شكيت لحد، هم اللي حاسين بحالي. وليش ما حسيت بحالهم من قبل يا سالم؟ ارجوك يا خالد، ترى مو وقت، على مالي خلق. امرني، تبي شيء ثاني؟ ايه، ابيك تروح تجيب خالي من المطار، يوصل من السفر بعد ساعه تقريبا، وابيك تجيب لي هني المكتب، مشتاق له وايد. ان شاء الله. رايك يا ابو سالم، انت وسالم تيون تقعدون عندنا بالبيت، والبنات هسبت بناتك. اي ام خالد، بعد هالعمر هذا كله ما شفتك الا مرتين، مره بوفاه ابو ناصر، والمره الثانيه يا تاخذيني عندك. وانتي عمرك ما شفتي مني يوم حلو تسوين كذي. ولدي اللي هو ولدي ظناي حشاشة يوفي، يطردني من بيته. ما يخالف يا أبو سالم، أنا ما شفت منك شيء مو زين، وأنا أعرف الشريكة دايما تكره شريكتها. خالتي خلاص انسي عاد العتاب، تعالي معنا البيت، عيشي معنا معززة مكرمة. ما قصرت والله، رايتكم بيضة. الشر مو بيدي يا بنيتي، الشر بيد سالم ولدي، وسالم ولدي ما قصر، داراني وتعب معاي، وهذا انتو شايفين مهموم ومدلول وساكت. ما يخالف خالتي، ان شاء الله كل شيء يتعدل، بس قاعدة ببيت عمي ما تقعدين. ليلى، خو بيتنا ولا بيتكم نفس الشيء، وبعدين بيني وبينك خالتي مسرية الوالدة شوي. ترى ناصر ما يقصد. ناصر معذور يا مناصر. يصج خالتي، لا بغيت اسألك سؤال. تفضل يما. ما سألتي فوز ليش رفضتني؟ الله يهداك يا ناصر، هذا سؤال تسأله؟ احنا وين وهالأسئلة وين؟ اوهو بدينا تتشائم. يلا يبا ترخص. انا ما عليكم منا، ترى هو ما يقصد، تدرون ان قلبه طيب. معذور يا ام ناصر. ها خالتي، ايش قلتي؟ ايش اقول بعد يا بنيتي؟ انا اقول بالاول اشوف سالم، وانا وين ما يروح ولدي سالم انا معاه، وانتم ما قصرتوا، رايتكم بيضه. وانت يا ام خالد سامحيني يا اخيتي، أنا ذيت شوي، والحين اللي سويتي معاي الكرب اللي بقلبك كله راح. مشكورة يا بعد عمري، مشكورة. أفا عليك أخيتي وسام، الدنيا ترى ما تسوى شيء، والأم خلص خلص. مشكورة مشكورة يا مخالد، قصرت يا بعد عمري. الله يهدني الله يهدني. ما سألو حبيبتي، ايش قلتي لي شو اسم الدواء؟ ديزيليل. ها اوكي اوكي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. في دواء اسمه ديزيليل مال دوخه الطياره، عندك اياه؟ موجود ان شاء الله. لو سمحت ممكن علبه؟ حاضر تحت امرك. اقول يا فيصل تسافر من لا تود عمك، الدنيا هذه فيها حياه ومامات،
الأقل اتصل فيها تلفون. اتصل فيها تلفون يا فيصل. ألو، شلونك يما؟ فيصل؟ إيش تبي متصل فيني؟ تبي تسافر وتسلم علي؟ الله لا يسلمك ليوم الدين. قلبي وربي غاضب عليك يا فيصل. قلبي وربي غاضب عليك ليوم الدين. يما لا تقولين كذي يما. يما سمعيني. وربك لا تزعلين علي يما. يما مستعد الحين هي ابو سيدك وريولك بس لا تزعلين علي. يما. 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 الله. يا سلام على الديرة، يا سلام على الكويت واهل الكويت. اشتقنا والله. اشتقنا حق الناس الطيب ها؟ طيبك. الله يخليك. زين تكلمت قلت من تيبك. انت من اول ما ركبت معاك ولا كلام، ليش ما تتكلم؟ اصمخ؟ لا ماني اصمخ ولا شيء، بس اتكلم شو اقول؟ انت قاعد تسولف، انا اسمعك. ايه وايد كآبة في وجهك سالم، ليش؟ عندي شوية مشاكل عائلية. شركة شلون؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، دام الاستاذ خالد موجود كل شيء ماشي. الحمد لله، انا راح اكلم الاستاذ خالد، راح اقول له. أقول لك خالد علشان شنو؟ عشان أنت يضبطك، علشان أنت يرقيك فوق، بعدين يعترف قدام الناس فيك يقول هذا أخوي صادق. شلون ما قصر؟ هذا شنو قاعد تسمع؟ محطة الغناء بعد شنو؟ محطة شنو؟ محطة الغناء. إيه. بابا سكر محطة شنو؟ اسمع أغاني هذا، اسمع اسمع هذا. أك. حط هذا سي دي. هذا بعدين بعد. شغله. وينك يا قيلون؟ من هو هذا قيلون؟ هذا قطر. ايش تبي؟ ما نسامحك. أنا قمت بحكم ما أدري صار فيني، ما كنت أشوفكم. تكفى سامحيني يا أمي، أبو سيدة تريون السامحيني. ربك تسامحيني يا أمي. كذي كذي تسوي فيني يا فيصل؟ أنا ما أذيت مرتك، هي اللوم أذيتها مثل ريم، شلون سويت فيني؟ صدقني ما أذيتها، ما أذيتها. خليها تولي، خليها تولي. أنا بجيبها لعندك وسيدك وراسك وريولك. خالتي يلا عاد، ترى فيصل مو صويحي وحاشا بل الحريم. بيني وبينك في بنات ما يخافون الله. لا حول قوة الا بالله. خالتي انا اول مره اشوف فيصل يبكي، صدقيني هو اكيد متندم. اي والله متندم، اي متندم. وهذا شناطك انت يا سالم؟ وهذا شناطك؟ جناط سالم من الديوانيه. خلنا نروح ازعل. اتصل. اتصل على اخوك. وقول له انا عقلت. انا فيصل عقلت. اتصل عليه.
وابوس على راسه بعد. بس روحي زهبج ناطرك يا يمه. روحي سلم على خالتي وانا ناطرك برا. روحي. تفضل. سين اللام يعني سلام. عليكم السلام خالي حبيبي. سلام. خالد شلون حبيبي؟ قربونه ولا حبيبي خالد انا مشتاق لك وايد. مشتاق اللي ناسيني. الحين قول لي انت ايش عندك متشبب على كبر؟ انت عاد خلاص بس لا تهرجني وايد الله يخليك. قول لي شلون الزواج؟ مو الزواج زين بس يبي له ريايل. شو السالفة احنا ريايل بعد؟ لا يعني يبي واحد يعني قصدي يكون يرجع نفسه يكون يعني هالشكل يعني عرفت شلون؟ الله انت بابا تعال خلينا نقعد انا وياك علشان ابي اتكلم معاك يتحدث معاك انا شنو سويت داخل دهات مستشفى شنو سويت عرف شنو سويت فلوس شنو سويت تبرعات شنو سويت كل شيء علشان يطلع من ضمتي. يلا الظفر عمره ما يطلع من اللحم بس مع الأسف جاي متأخر. ما علي يا ولدي يا سالم سامحة لا تلومه الحريم ما يقعد من راحة أنا حرمة وعارف كل شيء يتعدل إن شاء الله يا سالم كل شيء يتعدل. أنا الحين ارتحت لأني تطمنت على أمي. دير بالك عليها فيصل لأن الدنيا ما منها أمان. سالم اللي أبي منك إنك تطلع من هالشغلة بأسرع وقت تشتغل بأي شغلة ثانية. أم خالد ما قصرت ياتني إيه والبنات علشان يأخذوني معاهم بس أخوك سالم ما رضى والحمد لله اللي الله رد لك عقلك. يما البنات ما لهم شغل بس خالد اللي شايل بقلبه وحاقد. أنا طالع من الشغل يا فيصل من غير ما تقول لي لأني انذليت وايد تعبت. أنا حاس إن هاليومين أبطلع من كل شيء. سالم إيش فيك وأنا أخوك؟ لا ما فيني شيء بس حاس إني تعبان مخنوق أبطلع أشم هوا شوي. إنزين قبل لا تطلع خلنا نادي سلوى تتسلم عليك. لا ما لا داعي لا تحرجها بس مثل ما وصيتك يا فيصل أبيك تدير بالك على الوالدة وتحطها بعيونك. أهلك انت متاكده ان ليلى بنت عمي اتطلقت؟ امها اليوم قالت لي انها تطلقت. عيل نزهب البشت ونقول مبروك. على شنو؟ على شنو بعد؟ بنخطب ليلى بنت عمي بعد ما تنتهي من عده الطلاق ودام انها مطلقه وطايح حظها اكيد بيرضون فيني. يببي يا يمه يببي. الو هو ريم شلونك؟ حبيت اسمع صوتك. ها سامحيني يا ريم حقك علي انا اسف انا غلطت بحقك وايد وابيك تحلي لي ان شاء الله. ديري بالك على روحك. الله يوفقك يا ريم. مستانس؟ تابع مستانس. سالم
اي نعم سالم. انت شلون تدش علي كذي؟ اسف. المفروض استاذن من المعزب العود. من المدير العام اللي وظفني علشان يذلني. وانا رضيت بالذل هذا علشان كرامة امي. كرامة امك؟ وكرامة امي اللي هنتوها؟ وخالها الريال الطيب اللي هنتوه وكرهتوني فيه؟ كل هذا ما مر عليكم؟ كل هذا ما اهتميتوا فيه؟ ليش؟ ليش تبريتوا مني؟ ليش تبريتوا من خواتي؟ طيب كذي خلاص ما حد له شيء عندي. كرامة امي فوق كل شيء. صح، انا كرهتك وكرهت امك وخالك، لكن ما شقدتك عندي وذليتك. لو كنت بمكاني، لو انت مكاني وعندك كل هالخدم والحشم والعز والجاه، كان ما سويت فيني كذي، كان خليت نصبي تحت ريلك. هذا انت قلتها، لو كنت بمكانك. لكن انا الحين خلاص حياتي انتهت، خسرت كل شيء. وانت يا خالد لازم تخسر كل شيء. بس صبر صبر شويه، قولي لا اله الا الله، ما يصير هالشكل، ما يصير كله انتو كله. انت اخو كبير لازم تحب الصغير، وانت صغير لازم تحترم اخوك الكبير. عاد خلاص انتم مالكم ذنب بابا، انتم اخوان. خله يا خالي، هذا طول عمره ما ينظر. عضيت الايد اللي مدت لك، لكن انت متكفل. اسمع عدل، تروح تسلم المفاتيح مال السياره الحين. وين شفتك عند الشركه؟ لا حسلوا لك حس. قبل لا اسلم مفاتيح السياره لازم اسلم نفسي، لاني بخلص عليك. ما عاش اللي ذلني. لازم تموت يا خالد. والحين سالم خالد. خالد خالد يا زلمه يا خالد. خالد يا خالد، لا خالد، خلي خالد، الله يخليك. ما في مشاكل خالو، ما في مشاكل. انتو اخوان خالو، انتو اخوان. هذا اخوك. ما خالي خالد حبيبي خالو، انا موت، انت موت، سالم موت، كل نفر داخل دنيا يموت. ما في مشكل خالو، ما في مشكل. انا زين. خالو انتو اخوان، انتو اخوان، لازم هبوا بعض. خالو الله يخليكم، كافي مشكلات. هذا يكره هذا ما يهم هذا، ليش هالشكل؟ انتو اخوان. شنو هذا ام غير وهذا ام غير؟ ما يصير هالشكل. خالو خالي خالي خالو، ما فيني شيء، كريم وحديد، ما يخاف. خالو نسيتي، هب اخوك، هبوا بعضكم بعض. اخو لما يتعور ما يقول اي، لا ولا يقول خالو. تعرف شنو يقول خالو؟ شنو خالي؟ الاخو لما يتعور يقول اخ. تعرف شنو اخ؟ اخ يعني اخو. الاخو خالو ما يتعور، خصوصا اللي كان ريال سير. خالو ما يتعور اخو. خالي خالي يا مجنونة، ما يمشي. يعرف أنا ما يحب يشوفك عشيك، يحب يشوفك إزهك. إزهك يا خالي، أحبني إزهك. كريم مو شتاب بس يا بابا خالي. خالي تقوى عاتبي، خالي رد علي. خالي ما فيني شيء قصدت. كريمو شتوي مثل بورات ودو. كريمو شتوي مثل بورات ودو.